احنا دلوقتي داخل مقبرة ختي، من اهم مقابر الاسرة 11. تصميم المقبرة في الاسرة 11 زي ما حضراتكم شايفين كده، عبارة عن فناء خارجي وبعدين مدخل اللي هو الباب الرئيسي للمقبرة، بعد كده صالة كبيرة كان بها 6 أعمدة نباتية على هيئة برعم اللوتس، موجود منهم عمودين زي ما احنا شايفين كده. اتفقنا ان دي مقبرة فلازم يبقى فيها مكان للدفن، فعندنا بيرين، البير الرئيسي بتاع صاحب المقبرة، وهنا البير الثاني بتاع زوجة ختي. جاريس تانج عام 1893 عمل حفاير هنا في المنطقة، عمل الحفاير ونظف آبار الدفن اللي موجودة وردم تاني. في عندنا بعثة أسترالية عاملة في المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات بتعمل إعادة دراسة للمقابر، فبتنظف في آبار الدفن لأن البير ده هو المقبرة، لكن الجدران دي والرسومات اللي فوق ده دي المزار، لكن الراجل صاحب المقبرة مدفون جوه البير تحت، والبير ده بير عميق على عمق حوالي 18 متر، في ممر بيفتح ناحية الجنوب، وفي غرفة دفن بيبقى فيها صاحب المقبرة بالتابوت بتاعه. طبعا الحاجات دي اتنظفت وبنلاقيها في المتاحف والمخازن. فاحنا طلبنا من البعثة بعد ما نظفت الرديم اللي كان موجود ونظفت البير، ان على الاقل يسيبوا لنا البير الرئيسي ده مفتوح كنموذج في المقبرة وكعنصر معماري مهم. المناظر زي ما احنا شايفينها مناظر مرسومة، ولسهولة الرسم غطى الفنان الجدران بطبقة من الجبس أو الملاط، وكأن الفنان بيرسم لوحة بدأها برواز شهير اسمه الخكر أو الإفريز، بعد كده كتاباته الهيروغليفية اللي هي ألقاب وأسماء وقصة حياة صاحب المقبرة. على الحائط الغربي بنلاقي 3 مناظر لختي، أغلب الحيوانات الموجودة الغزال أو الماعز الجبلي اللي كان بيكثر في هذه المنطقة، ولذلك المصري القديم سمى هذه المنطقة اللي هي جبانة الماحج. الماحج كلمة هيروغليفية معناها الوعل أو الغزال أو الماعز الجبلي، وده رمز الإقليم. الصف الثاني بنلاقي الحلاقة، أول منظرين حلاقة الشعر وجنبيها حلاقة الدقن. لما هنكمل نفس الصف ده هنكمله هنلاقي الصناعات، صناعة الغزل والنسيج وصناعة الشباك، وادي النول اهو، النول اللي كان بيستخدموه في صناعات في عملية الغزل. الصف الثالث أو الألعاب الأكروباتية أصلها مصري قديم. أمال إيه اللي خلاها نسبت للرومان؟ إن الألعاب دي رومانية، إن الرومان أسسوا المسرح، المكان اللي بتؤدى عليه هذه الألعاب، لكن الألعاب دي أصلها مصري قديم وموجودة زي ما حضراتكم شايفين على جدران مقابر بني حسن. بعد كده الصف الرابع عملية سحب التمثال، شد التمثال، وقدام موكب التمثال هنلاقي بعض الرقصات الجنازية. الصف الخامس بنلاقي العمال في أعمالهم، في بقى ألعاب للتسلية والترفيه، السنت، الشطرنج أهي موجودة على جدران مقابر بني حسن، ألعاب للتسلية والترفيه. الحرفيين، النجار، المنشار معاه بيقطع الخشب، بيعمل أدوات الصيد، أسهم ورماح، بيعمل أساس منزلي. الملون بيلون قطعة من الكتان أو الخشب. هنا بنلاقي العمال شايلين السلال، ولو ركزنا حضراتكم هنلاقي
انتوا شفتوا السقة اللي كان موجود في القاهرة قديما اهو ولسه ممكن موجود لغاية دلوقتي. ادي الراجل شايل القربة اهي ماشي، وعمال شايلين سلال فيها الاكل والشراب والحاجات دي من الاواني الفخارية. بعد كده صناعة الذهب، صناعة الذهب، عملية النفخ دي خاصة بمراحل صناعة الذهب. وبعدين ميزان بيوزن قيادة الذهب، والكاتب بيسجل الكميات اللي بيقوموا بتخزينها. وهنا الراعي، ودي قطيع من الماعز او الغزال، وهنا برضو استئناس الطيور وقطيع من الطيور. ده بيبين لنا ان المصري القديم كان راجل عملي، كان راجل بيحب الزراعة، بيستأنس أنواع كتيرة من الطيور. هنبص بقى، هنخش بقى على الحائط الشرقي اللي هو أهم ما يميز مقابر بني حسن. جميع حركات المصارعة التي أطلق عليها فيما بعد اسم المصارعة الروماني هي مسجلة على جدران مقابر بني حسن من أكثر من 2000 سنة. ألاقي 5 صفوف من المناظر بيمثلوا كل زوج بيمثل وضع أو حركة مختلفة للمصارعة اللي أطلق عليها فيما بعد اسم المصارعة الروماني. معنى كده إن الحائط ده كله داخل في إطار فنون القتال والدفاع عن النفس وتدريبات عسكرية. اجتمعوا للعازفين، وفي مرضعة بترضع طفل، وشايفين حضراتكم شايله الطفل ازاي؟ ده الوضع الطبيعي او الصحي للرضاعه الطبيعيه عشان الطفل ما يشرقش وهو بيرضع. فدي الوضع الطبيعي او الصحي للرضاعه الطبيعيه. على العمود ده بنلاقي العاب مهمه جدا. فوق خالص اليوجا، بعد كده لعبة زي مثلا ألعاب كانت منتشرة زي مثلا الفسيخة الميتة، أو الراجل ده ربما بيعاني مثلا حاجة في آلام صداع في رأسه. بعد كده المساج بيخبط على ظهره، المنظر الثالث اللي هي المساج. بعد كده الهوكي، وشايفين العصا، عصا الهوكي، وهنا الكورة، بس هنا الكورة يعني حجمها كبير شوية ماشي. بعد كده منظر من مناظر المصارعة، وبيفرز لنا العضلات وتفاصيل الجسم. هنا بنلاقي طب العظام، علاج طبيعي وطب العظام، بيشوف رجله، بيشوف ايده، بيشوف اسنانه. بعد كده بنلاقي ختي مصور بحجم كبير كحاكم عظيم، معاه حامل المروحة، حامل الصندل، الاثنين الأقزام. وعلى فكرة الأقزام كان لهم دور مهم في الحضارة المصرية، واعتلوا مناصب هامة، وكانوا مهرة جدا في صناعة الذهب. كانت صناعة الذهب في مصر القديمة كانت بتقوم أو اللي بيقوم على صناعتها الأقزام عشان الأنامل الصغيرة بتاعتهم، وكانوا مهرة جدا في هذه الصنعة. كده هو حط في كل المقبرة بتاعته، بالإضافة إن هو رسمها، بتبقى موجودة الأكل والشراب بيبقى موجود، والمتاع الجنزي مع المتوفى في تابوته أو في مقبرته. وعشان حاجة تانية برضو، ده بيورينا بيتباهى، هو فرحان ومبسوط ان المقاطعة بتاعته مزدهرة وفيها خيارات كتيرة، فبيتباهى امام الالهة بالخير اللي كان موجود في المقاطعة بتاعته. بعد كده بنلاقي على الطرق للحيوانات الابقار، ادي السلالات اهي اللي بنقول عليها احنا المهجنة ولا الفريزي ولا الكلام من ده اهي. دي الأبقار دي مصرية قديمة كانت موجودة في مصر، السلالات اهي موجودة. وشايفين الفنان المصري القديم البراعة بتاعته والدقة في الرسم.
الأبقار ذات الصراع ذات القرون بدأ لغاية ما بينتهي بالأبقار التي ليس لها قرون. ففي كان في دقة، في دقة في الرسم. بعد كده في موكب حصاد المحصول وحمله على الدواب، وادي الشون، صوامع الغلال اهي، صوامع الغلال والعمال وهم بيقوموا بحمل المحصول بيفضوه في الصومعة، بيبقى فيها مكان من تحت كده لو حب ياخدوا منه يفتحها. الزراعة، الزراعة ادي حصاد المحصول وحرث الأرض وتجهيزها للزراعة. في عندي مراكب دي رحلة الحج لأبيدوس. أبيدوس دي مدينة في سوهاج فيها معبد أوزوريس، وأوزوريس ده كان إله الموتى، إله العالم الآخر عند المصري القديم. فكان المتوفى لما بيتوفى بياخدوا المتوفى عبر النيل وبيروح ياخد يحج، اسمها رحلة حج لأبيدوس، بياخد البركة من الكهنة هناك وبيرجع تاني، فهي رحلة دينية ذهاب وعودة. وهنلاقي برضو هنا في الباب الوهمي، يعني ما هو في باب، طيب في مدخل للمقبره، المدخل الرئيسي، هو ليه عامل رسم باب هنا واسمه باب رمزي او باب وهمي؟ ده خاص بالروح. عندنا المصري القديم في حاجه اسمها الروح والوجه والجسد. ايه الكلام ده؟ الروح، ولذلك هو كان بيهتم جدا بالجسد وعملية التحنيط عشان يحافظ على الجسد، والوش عشان الروح لما تيجي تتعرف على الجسد من خلال وجه المتوفي وتبدأ تزوره، فعامل الباب الرمزي أو الباب الوهمي ده للروح عشان تخش وتطلع منه لما بتعمل الزيارات اليومية لجسد المتوفي. بكده هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من منطقة آثار بني حسن التي تعتبر من أهم المناطق الأثرية في محافظة المنيا، نظرا لما تحويه من مناظر حياة يومية، والتي تعتبر سجل كامل لدراسة الحياة اليومية في مصر القديمة، ونظرا لموقع بني حسن والمنظر الخلاب اللي بيبص على النيل، احنا بنحس الزوار من مصريين. وطبعا المنطقة هي مش محتاجة شهرة لان السياح من جميع انحاء العالم بييجوا المنيا وبييجوا يزوروا منطقة آثار بني حسن، لان هي من المواقع الأثرية والسياحية الهامة جدا في محافظة المنيا.